مهدي مير عبيس هو أحد المنتسبين لجهاز مكافحة الإرهاب، تعرض لإصابات شديدة في بطنه بانفجار قذيفة هاون خلال معارك تحرير الزنجيلي في ساحل الموصل الأيمن أدت إلى تلف الأنسجة والقولون والبنكرياس. أطباء أمريكيون أجروا له عملية عاجلة في إحدى المستشفيات الميدانية، وبعد نقله إلى مستشفى الديوانية التي يرقد فيها حاليا زادت حالته سوءا ما يتطلب علاجه في الخارج. صوبت بالموصل بالزنجيلي قذيفة مال هاون، حالتي تعبانة، الدكاترة قالوا لي إلا تطلع للخارج. بلغونا ما العلاج بالعراق، لا تدورون ولا تتعبون ولا بربيل ولا بغداد ولا بأي محافظة بالعراق إلا خارج العراق. فأناشد دولة رئيس الوزراء بأن ينظر إلى حالته لأن حالته كلش تعبانة. وفي ردهة أخرى يرقد صادق رحيم من لواء الرد السريع الذي تعرض لإصابة بليغة في يده اليسرى والبطن بانفجار برميل مفخخ في الموصل أثناء محاولة تفكيكه. أطباء أوصوا أيضا بسرعة نقله للخارج لتلقي العلاج. حالته محتعصية، هنا علاج ماكو، إذا هاي لو تار متقطعة والعصب ميت، هنا ما لها أي علاج. الطبيب الجراح المشرف على جرح القوات الأمنية في مستشفى الديوانية التعليمي تحدث للحرة عن خطورة هذه الإصابات والإجراءات وطبيعة العمليات النوعية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الخارج. أحدهم يعاني من احتقان بالحجرة الساعد أدت إلى تلف في الأعصاب والعضلات، تحتاج أجرينا إلى العلاجات الأولية وفتح الحجرة وتحرير الضغط على العصب، لكن هو بحاجة إلى عمليات متقدمة تعذر إجراءها في مستشفانا. أما الحالة الثانية فكانت إصابة بالبنكرياس، أدت هذه الإصابة بالبنكرياس إلى حصول ناسور بالبنكرياس، وطبعا هيك حالات تعذر علاجها في مستشفانا. واستقبلت مستشفى الديوانية التعليمي بالتنسيق مع مكتب التنسيق الطبي العسكري عشرات الحالات المماثلة لمنتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب ولواء الرد السريع والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي. حاليا عندنا مجموعة من الحشد مختلف الصنوف الحشد والألوية، من بدر ومن لواء العباس ومن كتاب الإمام علي، وعندنا من الجيش الفرقة الذهبية والجيش الدفاع، وعندنا من التدخل السريع، وعندنا من الشرطة الاتحادية. الكثير من جرح العمليات العسكرية الذين تعرضوا لإصابات بليغة في معارك تحرير الموصل ما زالوا يرقدون في المستشفيات بانتظار العلاج خارج العراق. من داخل مستشفى الديوانية العام ميثم شباني، الحرة.